طبعا طريق وحر، وانا قررت اخر مره اصعد هناك. شلون يطلع من القاع المي، شوف المي هذا شلون يطلع، مو مال اوصفه، مياه معدنيه. يجون هنا العج من الامراض المفاصل، امراض العظام وحساسيه الجلد. مياه مال العيون تنبع من الجبال. هنا نشوف العين مال المي. مياه معدنية. مي صالح للشرب راح ناخذه. راح نشربه. أنا ما كان جورك خمين. هنا الشباب يقولون اللي يشرب من هذا المي ما يموت. طعم مميز. وهنا الاخوان يحضرون وجبه الغداء. ما اعرف تجيكم الريحه مال الدجاج لو لا. انا طالع مع ارات للسياحه برفقه الاستاذ ابو ماسيس. ماسيس والاخ موجود متواجد بارمينيا ويسوي جولات سياحيه، وطلعنا اليوم على جوله والله كلش ممتعه وحلوه. والجولة هذه على أول شيء جبال أراك ومن ثم إلى الجرموك، وجينا على البحيرة الموجودة وموجود فيها ينابيع ومع غاز، ويقولون أنها صحية على أساس إعادة المشاكل الجلدية وهذه. وأنا عندي مشكلة شوي بسيطة جلدية وجايين، وإن شاء الله ان شاء الله فيها الشفاء بتوفيق من رب العالمين، الشفاء العاجل. هسه دا اشوف دا يطلع المي هذا شنو ماطور دا يشتغل وراك ولا مياه طبيعيه؟ والله انا يعني يا ابو مسيس انا يعني اتوقع انه كانه موتور، لان الدف ماله مو طبيعي. في حين هو مياه طبيعيه، شوف يتجمع الغازات بي ويطلع. بس انا قاعد اشم بعد ريحه غاز تطلع منه كلش قويه يعني. نعم انه مياه معدنيه مع هذه الحين خف شوي الدفع ماله، بس مساعة كان هذا يمكن الماطورات. لا لا ان شاء الله طبيعي طبيعي طبيعي، كل شيء طبيعي هنا، ما في اي شيء ان شاء الله. بداخل وادي، لكن الوصول الى هالمنطقة شوية صعبة بصراحة. نقول لكم سيارات خاصة نأجرها، هذه السيارات تشوفوها الباترول او لاند كروزر او سيارات رباعية دفع جيب، حتى نقدر نوصل هذه المنطقة. مياه تشوفوا هنا شلون يطلع. شو بدأ المي يندفع، بدأ هذا الطبعة يتجمع الغازات وقوة الضغط يندفع للخارج. شوف هسه جمعت الغازات شلون بدأ ينبع المي. هذا ينابيع طبيعية، الإنسان ما له علاقة بهالموضوع. إذا
علميا كل 7 دقائق او 8 دقائق يتجمع الغازات تحت الارض ويا المي ويبدا هشكل يندفع. هذا جاكوزي طبيعي وليس اصطناعي. نحل فيه نحل يا عمي، شو شلون يندفع؟ واو، هذا اقوى دفع، اقوى دفع للماء. طبعا منطقة مليئة بالينابيع والعيون اللي تنبع منها المياه المعدنية، عشرات يقولون بالمئات تكون من العيون. درجة الحرارة هنا 32 درجة مئوية. شوف الجاكوزي، جاكوزي طبيعي. هذا الغازات يتجمع يدفع الماء. هنا هذا ايضا مياه مال العيون، مياه باردة. هنا بالطرف الاخر اكو عيون تنبع من غير مناطق فوق الجبل، هذا جريان اخر. طبعا تقرب هنا ابو فراس، طبعا بهاللحظة بيطلع ريحة غازات مياه معدنية غير وصف الصراحة. مع تحيات، مع تحيات أرارات للسياحة، جولة سياحية جميلة وإن شاء الله تكون سعيدة. طبعاً